الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به مهتدى. أما بعد، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال الله سبحانه: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال سبحانه: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وروى الحديث ابن حبان والحاكم وصححه، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه الإمام أحمد في المسند، والحديث فيه فوائد عظيمة. أيها المسلمون الكرام، موسى عليه السلام يطلب من الله عز وجل ذكراً: علمني شيئاً أدعوك وأذكرك به. والمولى يعلمه لا إله إلا الله، وهي أفضل الأذكار. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وهم من أشرف البطون. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح، أي في الصباح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل عمل بأكثر منه. فهذا فضل عظيم أيها المسلمون الكرام. عشان كده لما موسى عليه السلام طلب من ربنا ذكر، قال له: قل لا إله إلا الله، وهي أفضل الأذكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ذكر لا إله إلا الله. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: لأنها تنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله،
أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا المولى سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويسأل الله سبحانه يوم القيامة عيسى ابن مريم النبي الكريم فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى ابن مريم: سبحانك، أي تنزهت يا ربنا وتعاليت وتشرفت وتكرمت أن أقول هذا القول عنك، تعاليت يا ربنا، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كونه يعبد مع الله ده ما حق عيسى ابن مريم ولا حق من هو أشرف من عيسى ابن مريم إبراهيم عليه السلام، ولا بحق لمن هو أشرف من عيسى وإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محمد عليه الصلاة والسلام وهو في أرفع المنازل وأعلى الدرجات وفوق القمم البشرية، مع ده كله يقول: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، ليس بإله، ما من حقنا نأله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعوه ولا نحلف به ولا نصلي له ولا نذبح له ولا نتوكل عليه ولا نقرب له شيء مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي أثقل كلمة في الميزان. يؤتى بعبد يوم القيامة له سيئات مد البصر من الذنوب، ويناديه الله سبحانه: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ كتبوا عليك حاجة من السجلات دي أنت ما عملتها؟ يقول: لا. يقول: هل عندك حسنة لم تكتب؟ يقول: لا. فيقول الله تعالى: إنك اليوم عندنا لا تظلم، إن لك عندنا حسنة، وهي كلمة واحدة لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وتوضع كل الذنوب والسجلات المليئة بالمعاصي في الكفة الثانية، فترجح لا إله إلا الله وتطيش السجلات. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حسنة التوحيد لا يعدلها شيء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال: كل عبادك يقولون هذا. أراد موسى عليه السلام ذكرا خاصا، والله تعالى علمه أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، وفي هذا فائدة عظيمة يا إخواننا، ذكرها العلماء، أنه إذا كان موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن من أولي العزم الخمسة من الرسل يحتاج إلى التنبيه على مسألة في فضل التوحيد، فكيف بنا نحن؟ ولهذا ما تستغني عن تعلم التوحيد ولا عن سماع التوحيد، وما يغشك الشيطان يقول لك: خلاص انت التوحيد اذا علمته شوف حاجه ثانيه. نعم نتعلم كل العلوم، ولكن التوحيد هو اعظم العلوم، لانه هو الاساس الذي تنبني عليه جميع العلوم.
أيضا موسى عليه السلام طلب الذكر الخاص، وفي هذه الأمة من يدعي أن هناك ذكرا خاصا، وهذا من أعظم الباطل، كما جاء في كتاب اسمه إحياء علوم الدين للغزالي. وهو في الحقيقة كما قال العلامة شمس الدين الذهبي هو إماتة علوم الدين. في هذا الكتاب زعم أن الذكر ثلاثة درجات، درجة العامة قال وهذه لا إله إلا الله، ودرجة الخاصة قال وهذه كلمة الله فقط، ودرجة خاصة الخاصة يعني ديل المقربين شديد قال بيذكروا بالضمير بس هو. عشان كده بتلقى في أذكار المبتدعين والمطفشين تلقاهم بيذكروا الله، يقول لك يا هو يا هو، واحدين يقولوا هو هو وإيه وآه، يقولوا ده ذكر لله عز وجل، قالوا كمان ده ذكر خاصة الخاصة، وده كله من الضلال، لأنه هو ده ضمير، الضمير ده ممكن يرجع للشيطان. ها ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، انت بتقول هو عامل فيها بتذكر الله، انت بتذكر في الشيطان، ممكن تذكر في أي حاجة تانية لأنه ده ضمير. أما الذكر الحقيقي أن تقول لا إله إلا الله، فيها نفي للآلهة الباطلة وإثبات للألوهية الحق للملك الحق العلام المولى سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة أننا نرجع إلى السنة فنأخذ منها الأذكار المباركة وما نبتدعها من عندنا، نرجع إلى السنة وتأخذ لك منا ذكر واحد من السنة فيه البركة العظيمة والخير الكثير. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذكر الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة. الكلمة دي بس هي كنز من كنوز الجنة، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم ارزقنا رزقا واسعا، وارزقنا الشفاء من كل داء، اللهم فرج همنا واكشف كربنا ورد غائبنا واشف مريضنا وعافنا بعافيتك التامة يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.